نحط سمن بعدين نقلي الجزر شوية عشان يجي لونه في السمن لون. الحين نحط اللحمة. دحين بعد ما حطينا اللحمة نقلقلها لين تغير لونها تسمر، ونحط ملح مع اللحمة. دحين نحط الملح مع اللحمة. في ناس يقولوا لا تحط الملح في الأول، بس هذه الطريقة اللي أعرفها. زي ما انتم شايفين دحين اتجمرت اللحمة كيف. نبدأ ايش نسوي دحين؟ نرمي البصل. نخليه يتقلقل مع اللحمة لين يصير لونه ذهبي. بعد ما حمر البصل شوية نحط شوية جزر نتقلقل مع الموضوع. دحين نحط شوية كمون فلفل اسود، هذا الفلفل الاسود، الجزر والبصل نحط له مويه فايره. نخليه على النار لين يستوي اللحم. حطينا الجزر اللي قليناه في اول شيء. الحين استوت اللحمة نكب الرز بعد ما غسلناه. رز الشعلان بستخدمه. نحط الرز ونوزن الموية والملح. الحين نحط زبيب في زيت حار ونقليه لين يتنفش. كده تنفش الزبيب خلاص، نحطه فوق الرز. لما نشرب الموية الرز نغطيه، نخليه تقريبا من 30 دقيقة ل 45 دقيقة يتدمس. علينا وعليكم بالعافية. دحين كده خلاص تمام، حطينا الزبيب ووزننا المويه ونخليه كده دحين نص ساعة 40 دقيقة. بعد 40 دقيقة ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله، رز ما شاء الله نثري.